بيقف في منتصف الملعب. طيب تعالوا نشوف محمد سعيد يقول لنا اخبار وتفاصيل اكتر ونرجع نتكلم في الحالات الفنيه والايقافات اللي وقفها محمد يوسف النهارده في مران. محمد سعيد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، تحياتي ليك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. اهلا بيك يا محمد، يا رب تكون بخير. الحمد لله كله تمام. طيب طمني بقى على التمرينه نتكلم فيها زي ما احنا متعودين معاك في ادق التفاصيل. عايز اقول لك تمرينه النهارده يمكن تمرينه قويه، يمكن لاول مره اتابع تدريبه الاهلي تحت قياده بدرس كارتيرون بهذا الشكل الفني. بدات اللمسات الفنيه، بدات الجمل التكتيكيه، بدات بصمه المدير الفني تظهر في التدريب من خلال اعطاء تعليمات فنيه، تحركات داخل الملعب، جمل تكتيكيه، تمريرات عرضيه. يعني عايز اوصف لك الشكل اللي شفته، لان النهارده بصراحه التمرين اولا استمر لمده ساعتين يا كابتن ميدو وتخللوا العديد من الفقرات. يمكن انا طبعا تابعتك وانت بتتكلم على الجزء الاخير اللي هو كان تدريب السرعات والقياسات السرعات اللي كان عاملها مايكل ليندمان في الجزء الاخير، لكن الفقرات كلها في معظمها كانت النهارده جزء فني اكتر وتكتيك. تمام. وده ان دل على شيء بيدل ان خلاص تمرين النهارده هي البدايه اللي الجهاز الفني هيشتغل على كيفيه اداء الفريق في مباراه العوده امام تاونشيب. اوكي. وفي ظل النهارده بعض اللاعيبه الاساسيه اللي كانت متواجده في مباراه الذهاب امام تاونشيب زي احمد فتحي وعلي معلول ما كانوش موجودين في التقسيمه الجماعيه والشغل الفني وسعد السمير ايضا، لكن بشكل عام الفكره اللي عايز يطبقها كارتيرون هي بتتوقف على الاداء الجماعي وليس على اداء وجود لاعب معين. تمام. وده ظهر في تنفيذ بعض الجمل الفنيه والتحركات اللي من خلال تمريرات عرضيه او تمريرات طوليه، لان جملتين اشتغل عليهم. الجمله الاولى بتتلخص في تمرير الكره باربع باصات فقط، بحيث انك الكره العرضيه الاخيره تكون هي اللمسه الاخيره للمهاجم امام حارس المرمى. تمام. وكره اخرى بتعتمد فيها على الكرات الطوليه، من يعني بتلعب فيها من وراء خط الدفاع الفريق المنافس بشكل معين. ويمكن معظم اللقطات اللي باتريس كارتيرون وقف فيها التمرين كانت فقط مع المهاجمين سواء مروان محسن او ازارو لتخليص الكرات بشكل جيد، عدم التسرع، عدم الرعونه، التركيز بشكل جيد في تسديد الكره في اللمسه الاخيره امام المرمى. لان الجزء النهارده اللي كان بيؤرق كارتيرون تحديدا في المران واللي وقف التدريب بسببه اكثر من مره عدم انهاء الهجمه بشكل جيد واحراز الهدف. وده اللي كان بيركز عليه ووقف التمرين كتير، يعني اكثر من حوالي 7-8 مرات وقف فيها التدريب عشان يلقي التعليمات الفنيه في اللمسات النهائيه في التدريبه. واضح ان الجهاز الفني من خلال تدريب النهارده محضر نفسه للمباراه بشكل جيد، لانه من امبارح وبكره معدل الجري ومعدل اللياقه البدنيه والتدريبات والوحدات التدريبيه مقلل فيها المعدل بشكل كبير، وكان مركز النهارده اكتر. مقلل المعدل البدني تقصد؟ قلل المعدل البدني في تدريب الامس، وبكره الفريق اجازه. تمام. عشان كده النهارده المران كان قوي جدا. تمام. يوم الاثنين كمان التدريب هيبقى. طيب خليني اخد بس واحده واحده محمد عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنتكلم في ايه. هم طبعا فاهمين بس عشان نوضح اكتر، يعني اللي كان بيوقف التمرين هل هو كارتيرون ولا محمد يوسف ولا الاثنين مع بعض؟ لا، كان كارتيرون في الملعب بشكل كبير، كان بيلقي التعليمات الفنيه. تمام. وفي بعض الاحيان حسب بقى الاتفاق الجهاز المعاون مع المدير الفني بيتم تداخل في بعض النقاط الفنيه حسب. تمام. عشان نوصل معلومه صحيحه بس للساده المشاهدين، اتفضل. بالظبط. لكن انا لاحظت النهارده ودي جزئيه يا كابتن ميدو يعني عايز اكد لك عليها، في ظل ان كارتيرون النهارده كان في حده شويه في ضروره تنفيذ التعليمات الفنيه، عمل لفته يعني مختلفه تماما. بعد التمرين راح سلم على كل لاعب، يعني ال 18 لاعب اللي كانوا بيأدوا الجزء الاخير من التدريب اللي هو فيه قياس السرعه والتنافس والجري بين اللعيبه، عمل لفته طيبه ان بعد نهايه التمرين راح سلم على كل لاعب. هو بيتعامل بجانب نفسي جيد جدا في التعامل مع اللعيبه، بالاضافه لده بيكون بيركز قوي في التقسيمه الفنيه وبيبقى صوته عالي عشان ينفذ التعليمات الفنيه اللي عايزها من لعيبته في التدريب. فبالتالي هو ده كلام معقول. شخصيته بتجمع بين الاثنين، يعني الفتره الاخيره ما كانش في التدريبات بيبان شخصيته بشكل قوي. مساله ان هو لازم اللعيب ينفذ التعليمات، ان هو صوته عالي، ان هو في نفس الوقت بيتعامل مع اللعيبه بشكل جيد، لان النهارده كان في مزيج بين كل ده اثناء المران وبعد نهايه المران. يعني هو انت يعني لخص كلامك ان هو داس على اللعيبه قوي في المران علشان ينفذوا تعليماته بحذافيرها زي ما احنا بنقول، وبعد كده بدا يسلم عليهم عشان يعرفهم الموضوع كان لكن الموضوع في الاخر. بعد تنفيذ الشغل الفني كان بصراحه مبهر، يعني الجهاز الفني بالكامل بصراحه
كان مبهر جدا في داخل ارضيه الملعب في تنفيذ بعض الجمل الفنيه، وبعد نهايه المران حرصه على ان هو يتوجه للاعب لاعب في التمرين يسلم عليهم، اتكلم مع علي معلول كمان شويه، اتكلم مع صلاح محسن، فواضح ان هو كمان بيتعامل بجانب نفسي والدور الجهاز المعاون دي كل واحد قايم بدور معين كمان داخل الفرقه. كان في توقفات للناحيه الدفاعيه سعيد ولا كان كله شغل هجومي بس؟ شغل في بناء الهجمه مع تنفيذ الجمله بشكل جيد في الناحيه الهجوميه. يعني يعني انا مش عايز افصل الخطوط عن بعضها، بس هو بيطلع بشكل الهجمه بطريقه معينه من خط الدفاع، وانهاء الهجمه بيطلب ان هي تطلع بشكل جيد جدا من الفراوده في التشكيله. يعني شغل هجومي، شغل هجومي كله، شغل هجومي، لان هو عارف المباراه القادمه والجهاز الفني بالكامل. يعني هو الكابتن محمد يوسف برضه على درايه وعارف المحطه ديت وعارف اهميه المباراه ديت، ان الفوز في المباراه القادمه لا محاله عشان أكيد تقدر تتواجد في المراكز المتقدمه اللي عندك كمان بعدها باسبوعين، مباراه صعبه جدا مع الترجي في تونس اكيد، وكان برضه مباراه كامبالا والترجي في اوغندا ما تعرفش نتيجتها ايه، في ظل ان مباراه ترادس كانت فيها مفاجاه كبيره ان الترجي عاد متاخرا بعد ما كان خسران بهدفين مقابل لا شيء امام كامبالا سيتي. فبالتالي هو الجهاز مش عايز يسيب اي ثغره وبيركز قوي في ده اللي بتكلم فيه، ان الكل يجهز للمباراه الجايه عشان يكمل بشكل جيد في البطوله الافريقيه. ما ده اللي بتكلم فيه، يعني عشان انت تبقى عندك ثقه في المكسب ومش مقلق ومش خايف لازم تعمل حسابك دفاعيا كويس قوي، ولازم ما بقاش في اي ثغره دفاعيه. عشان كده بكلمك ان هو عمل شغل دفاعي، احنا بنتكلم ان هو عمل شغل هجومي بس، وطبعا كلنا عارفين لازم يبقى في شغل هجومي، لكن لازم يبقى تامين دفاعي يعني ما يخرش الميه زي ما احنا بنقول. احنا شفنا كامبالا سيدي كان كسبان 2-0 منها فوات دفاعيه، لكن الترجي قدر يرجع تاني، فاحنا مش عايزين لا قدر الله يحصل فينا حاجه، يجي فينا جون لا قدر الله ونبدا احنا ندور ان احنا نعوض الجول ازاي. لا ان شاء الله، يعني من اللي شفناه النهارده الشكل العام، بس هو متوقع بقى خلال التدريبات القادمه لما تكتمل الصوره بعوده علي معلول واحمد فتحي وسعد سمير في التدريبات، هيبان بقى الشكل الفني اكتر في التدريبات لما الفريق يوصل هناك. عشان كده حتى زي ما بقول لك كابتن ميدو، هو الجهاز الفني شايف ان حتى رحله السفر من فجر الثلاثاء انك تصل الساعه الثانيه ظهرا في بوتسوانا يوم الثلاثاء حوالي اكثر من 10 11 ساعه سفر، فبالتالي الجهاز فضل ان يكون التدريب يوم الاثنين في المساء، عشان اذا وصل يوم الثلاث متاخر والوقت هيبقى صعب ورحله الطيران هتبقى فيها مشقه، ممكن يدي اللعيبه فتره راحه. فهو عامل توازن في تدريبات بدايه من امس من السبت لغايه يوم الثلاث، وبعد كده هيحضر برنامجه التدريبي من يوم الاربعاء، اربعاء وخميس وجمعه هيكون في تدريبات لمده 3 ايام في بوتسوانا قبل المباراه باذن الله اللي هتكون الساعه 6 في ملعب الوطني ملعب العاصمه في جبروني، وهو نفس التوقيت على فكره مع توقيت القاهره. يعني سعيد طمني على كل اللعيبه، هل في لعيبه كانت بتشتكي من حاجه كله دخل في المران، في لعيبه لسه بتتاهل، طمنا برضو على اللعيبه كحال عام. اخر اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه اللي كان عنده اصابه الفتره الاخيره وشفي منها، لكن الجهاز الفني فضل انه ما يشاركش في المران الجماعي القوي بتاع النهارده بالشكل ده، كان باسم علي. بس لكن اصبح ناقص للمشاركه في التدريبات، لكن هيخش تدريجي، لان التدريبات الجماعيه الفتره الحاليه فيها قوه وفيها اكيد شغل تكتيك كبير، فبالتالي محتاج يعني يتاقلم فيها او يدخل تدريجيا. وليد سليمان النهارده تعرض لكدمه، بس كدمه خفيفه يعني مش محتاجه، يعني الحمد لله قدر ان هو ينزل يكمل التمرين وظهر بشكل جيد. اكثر اثنين كانوا تعرضوا لاصابات في المباراه الاخيره كان حسام عاشور ووليد سليمان، النهارده ادوا التقسيمه الفنيه بالكامل وظهروا بشكل جيد في المران الفني وفي المران البدني كمان في الجزء الاخير مع مايكل ليندمان، الاثنين كانوا موجودين، وتم يعني الاول الجري كان ب 18 لاعب ثم قلص العدد الى 11 لاعب في النهايه، لكن كل اللعيبه المقيده في القائمه الافريقيه لا في حاله بدنيه وفنيه متميزه جدا. يعني يوم الاثنين هيتحدد القائمه النهائيه اللي هتسافر، وان كان الاقرب السفر بالقائمه بالكامل، لان القائمه الافريقيه حتى هذه اللحظات 25 لاعب، اذا ما استبعدنا طبعا عبد الله سعيد وبكماني واحتماليه كمان احمد حمودي خلال الفتره القادمه هيتضح موقفه في الاستمرار مع النادي الاهلي. احمد حمودي اخر اخباره، اخر اخباره ايه؟ وبالامس ما كانش موجود في التمرين، فالموقف هيعلن خلال الفتره القادمه بالنسبه لاحمد حمودي، لان كمان ايضا احمد الشريف كمان خلاص يعني خد كونفيرم ان الفتره القادمه هيتلقى عروض اعاره واحتمال يرفع النادي الاهلي اعاره على سبيل الاعاره، فبالتالي الاثنين اخر 48 ساعه ما كانوش في التدريبات ولا حتى في المباراه الوديه. عندك معلومات هيروح فين الشيخ؟ كنا سامعين ان هو يروح الاتحاد الليبي. عروض كثيره من الاسماعيلي ومن المتصد عروض رسميه جت للنادي الاهلي، لكن في الساعات الاخيره في كلام بيقال ان ايهاب جلال مع احمد في اتفاق انه ممكن يكون موجود في الاهلي اللي اهلي طرابلس خلال الساعات القادمه. لسه انا كنت اعرف ان كابتن ايهاب جلال فعلا كان بيتكلم على الشيخ ان هو عايزه بقوه كمان في اهلي طرابلس.
بالفعل يا كابتن ميدو، لكن العروض الرسميه اللي وصلت للنادي الاهلي اللي سالت يعني طلعت بشكل رسمي كان الاسماعيلي ومصر المقاصه، لكن في نفس الوقت الاهلي برضه سايب الرغبه للاعب، هو شايف يعني المكان اللي انت ممكن ترتاح فيه او تادي فيه بشكل جيد عشان تبقى عنصر ان شاء الله فعال وتقدر ترجع للنادي الاهلي في الفتره القادمه، لان قبل عدد قائمه اللعيبه عامل صعوبه جدا في مساله الاختيار، والصعوبه اكثر في تحديد المراحل القادمه، انك عندك 25 لاعب ومرتبط بقائمه افريقيه، فعايز تعمل توازن للمساله دي قبل انتقالات يناير القادمه. انت قلت لي ان باتريس كالترونيا سعيد اتكلم مع علي معلول قبل المران عشان يطمن عليه. اتكلم معاه قبل المران، واتكلم معاه كمان في الجزء الاخير البدل اللي كان بيقدمه معلول في نهايه المران. هي مسائل بقى يعني تجهيز للمرحله القادمه يعني بيحصل. لكن هو كويس وتمام مفيش مشكله. نعم؟ كويس وتمام مفيش مشكله. لا 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 لا، كل اللعيبه موجوده يعني. تمام. انا عايز اقول لك الجهاز الفني اكتر حاجه سعيد بيها كارتيرون وكابتن محمد يوسف بقى اعضاء الجهاز بعد المباراه السابقه، الحاله المعنويه والثقه اللي ادى بها اللعيبه المباراه الاولى. أكيد. يعني ده اكتر حاجه بتسعد الجهاز الفني في البدايه. اكيد اكيد طبعا، انت لما يكون عندك العدد مكتمل بتبقى طاير من الفرحه. في مدربين بيخافوا، لكن المدرب اللي هو الواعي، المدرب اللي هو عارف شغله كويس، او بيبقى فرحان جدا لكل اللاعبين مكتملين عنده. اكيد اكيد الفتره الجايه باذن الله تبقى افضل ان شاء الله. تمام. لو في عندك معلومات عن حراس المرمى النهارده مصطفى كمال، سمعت ان هم ادوهم حصه تدريبيه شاقه جدا برضو. هو النهارده التدريب كان شاق بصراحه كابتن ميدو في كل النواحي. تدريب بقولك استمر لمده ساعتين بالكامل. لكن تدريب حراس المرمى كان الكابتن مصطفى كمال خد مجموعه حراس شريف اكرامي وعلي لطفي ومحمد الشناوي، والاول باول التمرين في اول نص ساعه يمكن انفرد شويه بمصطفى زبير ومحمد الغندور، محمد عصام الغندور، وكان لهم تدريبات فرديه مع الكابتن مصطفى كمال، لان هو فصل تدريب الثنائي الشباب في حراسه المركز حراسه المرمى عن ثلاثي الفريق الاول، لان هو اختص اكثر شريف والشناوي وعلي لطفي بتدريبات معينه، سواء في تنفيذ يعني استلام الكرات العرضيه، في الخروج، في يعني في تصدي لبعض الكرات على حدود منطقه الجزاء، شغل فني كده الجهاز من خلال يعني متابعه الهايلايتس والفرقه اللي بتتفرج، فرقه التنشيط اللي بيتفرج عليها، بيحاول يؤدي الجهاز الفني هذه الافكار مع لاعبيه، سواء في حراسه المرمى الكابتن مصطفى مع الحراس او حتى كارتيرون مع لاعبيه. اكيد يعني كل التوفيق ان شاء الله. محمد، مباراه صعبه جدا، لسه كنت بتكلم عليها قبل ما تدخل معايا، مباراه صعبه جدا، مباراه ليست بالسهله زي ما في ناس قليله، مش هقول كتير، بيقول مباراه سهله على النادي الاهلي، النادي الاهلي ممكن يروح يكسب ويرجع، لكن مباراه صعبه اكيد. فريق بيحتفظ بالكوره كويس قوي، فريق كمان عنده اختراقات مميزه قوي، عنده اطراف مميزه كمان، واكيد الموضوع في بتسوانا هيكون غير برج العرب خالص. انا عايز اقول لك الموضوع مختلف تمام في الاجواء، عايز اقول لك درجه الحراره هناك، الجو هناك بارد جدا، درجه الحراره بتصل في حوالي في المساء الى 11 و10 حلو درجة. الجو البرد احسن من الحر والرطوبه على فكره، احسن من الحر، فالجو هناك في الفتره الحاليه جو قروي مميز جدا. تمام تمام. طب انت طمنتنا كده، فان شاء الله الجو يكون افضل للاهلي باذن الله. يا رب. محمد شكرا جدا ليك على كل هذه التوضيحات. محمد سعيد الزميل شكرا جدا ليك.